ايمن بيه. رباب رباب اتغطفت. يلا يا معلم اتفضل، ادالك المزة والجايزة هيص، بس عايزك تشوف لك حتة تقعد لك فيها شهرين تلاتة ما اشوفش وشك لحد ما اكلمك. ماشي. موبايلك معاك؟ اه يا باشا. هاته. نمرتي عليه؟ اه. طلعها لي. ايه خايف من ايه؟ اتفضل. الموبايل اهو، ما تخافش. خلاص. تلاعب. انبسط. يلا حبيبي. يلا. المشكلة إن في أنواع كتير من المخدر بتقعد 10 ساعات. بس يعني لو ما فقتش خلال ساعتين إحنا لازم نوديها المستشفى. ربنا يستر. ربنا يستر يا إيمان بيه. إحنا ناس غلابة. ما نستاهلش أبداً اللي بيحصل لنا ده. والمسكينة دي حظها أسود على طول. طول عمرها الناس حطها في دماغها. محدش عايز يسيبها في حالها. أيمن بيه. الحمد لله على سلامتها. بقول لك يا صاوي. أمرني يا باشا. في حد جوه عند بلال بيه؟ لا يا باشا مستنيك. طب عملتوا ايه في تحريات قضيه الرباب الاخيره؟ شغالين فيها يا باشا، بس الموضوع شكله متعرض قوي، والعيال اللي لعبوها معاها شكلهم قابضين حيل، والموضوع متغطي كويس. تقريبا بتغطي بالشارع جه عند بلال بيه. طب كويس. تسلم لي يا صاحبي. امرنا يا باشا. يا باشا كله تحت السيطره، انا تحت امر معالي. ماشي يا باشا. سلام يا باشا. صباح الخير يا بلال. صباح الفل يا ايمن بيه. اتفضل اتفضل ارتاح يا باشا. اوعى اكون معطلك يا باشا، ده احنا نفضلك. ربنا يخليك. خير يا باشا. موضوع الرباب وصل لفين؟ التحريات لسه شغاله، احنا مش سايبين حاجه يا باشا، بس تقرير الطب الشرعي وصل النهارده الصبح. انا صاوي قال لي الكلام ده وانا داخل. ايه اخبار التقرير؟ بص بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصاب؟ تحت تأثير مخدر. استغفر الله العظيم. شكرا يا بلال. أنا تحت في البطشية. أي جديد هبلغك يا باشا. السلام عليكم. سلام يا باشا. مساء الخير يا باشا. يا هلا، اتفضل يا فؤاد. ازاي حضرتك؟ ازيك أنت؟ لعلك بخير. إيه الأخبار؟ الأخبار يا ريس إن الأتعاب اللي أنا خدتها عايز تزيد 5 6 شويات. ليه خير؟ عشان الموضوع بقى كبير أوي. لا والله. أوي. طب نشوف كبر قد إيه كده؟ نيلي. نعم. شغل لنا دواء حافك؟ أوكي. هيعجبك أوي. والله. أوي. أعمل بلاي؟ لا. على ضمانتك. والله؟ ما ينفع؟ لا ما دام ما ينفعش وفي كلام قبيح. نيلي مش بتاعت الكلام ده. لا خلاص بنانه. هات انت يا نيلي. هات. اوكي. اه بليز اكسكيوز مي. اتفضلي. يو كان اكسكيوز مي. يلا
عايزك بقى تشوف وتستمتع. ايه ده فؤاد؟ ايه رايك يا كبير؟ كبير ايه؟ ده انت الكبير. في ايه بعد كده؟ بعد كده يا باشا هنتفاوض مع البيت دي هي وعمتها. اه بس بالحب. بالحب. والا مصر كلها هتتفرج على الفيديو ده تاني. طب تخلص يا فؤاد. هيحصل يا باشا ما تقلقش. انا بس قلت افرجك النهارده عشان القلق اللي جواك ده يمشي. لا انت ما تعرفش انت عملت فيه ايه النهارده. حقيقي. تحت امرك يا باشا. امسك يا فؤاد. ايه ده يا باشا؟ ده حاجه بسيطه كده وملهاش علاقه باتعابك. شوف فؤاد، انت اللي بتعمله معايا ما يعملوش اخ مع اخوه. مقبول يا ريس. المهم ما تعودش على كده يا باشا. كله من خير. واحد في مشكلة حصلت كده من قيمة أسبوع، حكايتها بدت من موقف توك توك اللي أنت ماسكه. مشكلتي يا باشا، في واد سواق عندك في الموقف أخد بيت تسلمها الناس خطفوها واعتدوا عليها وهي متخدرة. واضح قوي إن هو معكب كل العيال اللي في الموقف، لدرجة إن إحنا نزلنا نعمل تحريات ونعرف مين الواد ده. الكل مكتب وعاملين فيها من بنا. سؤالي يا باشا، قول لو البنت دي شافت السواق ده تعرفه؟ طبعا يا مراكوت. طب محلوله اهي، ما احنا نجيب السواقين ونعرضها عليهم وهي تقول هو ده. يا سلام على الجهبذه اللي انت جابوه صغير يا مراكوت. يعني انا مستنيك اسبوع عشان تقول لي الفكره الجهنميه دي. عملنا كده يا مراكوت، جبنا الناس وعرضناهم عليها وهي ما تعرفتش على حد. واضح ان الواد اختفى. المطلوب يا باشا اكيد نجيبه، يعني ساعه زمن بعون الله ويبقى الواد ده عندك. تبقى عملت معايا الصح وانا بثق فيك. عيوني يا باشا. تسلم عليك. بقول لك ايه؟ الموضوع ده في القصايد بيني وبينك، اهل بيتك ما يعرفوهوش. يا باشا ده مش جديد علينا. انت قدها. خد معاك الحاجه الساعه. خيرك سابق يا باشا. صباح الفل. السلام عليكم. ايوه دقيقه. اشرف موجود؟ مين؟ انا بركوت زميله في الموقف. خير يا بركوت؟ خير، معايا ناس مهمين عاوزين. طب ما تروح له الموقف يا زميله. ما هو بقاله مده ما بيجيش، وهنا برضو بقاله اسبوع ما بيجيش. طب اخر مره شفتيه انت؟ عدى شويه من يومين كده. عندك رغي تاني يا اسطى؟ لا لا متشكرين. انا عايز الوقت ده ضروري يا بركوت. بكره يكون عندك يا باشا. بكره يكون عندي؟ هتعرف برفعك ده؟ ممكن اطلب طلب؟ قول. اول ما اديك رنه تجيلي على طول. اوامرك اوامرك يا بركوت. بس في حاجه، انت خايف ليه؟ الواد ده لو ما جاش هتزعل مني يا بركوت. يلا عشان اوصلك. لا يا باشا انا بارك هنا. طب سلام. سلام يا باشا. الله ينور عليك يا بركوتة، خلي عينك عليه، لو نزل ما عندها ثبته في أي حوار، ولا هات كلامش تعالى ورايا. اتحرك يا ابني. خير يا باشا؟ تيجي تقعد معايا يالا، اركب. اطلع عاشور. ثابت يالا، ثابت ثابت يا ابن الكازمه، ثابت. فتشوم اسمك ايه؟ ياد اشرف يا باشا. بركوت يا باشا. هات شاب لتوكت يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سلاح ابيض؟ دوم. خير يا سعاده الباشا؟ هتقيضوني تاني؟ قولي لي يا ساميه، ازاي يا رباب؟ الحمد لله يا باشا. والتعويرة؟ تعويرة؟
التعويره اللي احنا عارفينها خفت؟ جت سليمه يا سعاده الباشا. جت سليمه. جت سليمه ازاي؟ ما تفرجها يا باشا. ولا انت مش عاوز تتفرج؟ انا شبعت فرجه. ما نتفرج تاني كلنا مع بعض. افرجها هي بس. لا كلنا سوا. يلا. بعد اذنك يعني. اتفرج. ربنا يتهنيك يا اقعدي بقى كويس كده بقى باحترامك عشان نتفاهم كويس. شايفه اللي انت شفتيه ده؟ ليه؟ لو نزلته على موقع واحد في النت مصر كلها هتتفرج عليه يا باشا. الناس بتحب الفضايح يا سلام. تروحي بقى لمزتك الملطوطه وترجعيها لعقلها وتقولي لها تروح الجلسه وتتنازل. والا ايوه والا لو حابه نزيع اهو ازيع. عشان لو هي حتى اتنازلت هنضمن منين انكم مش هتوروا العالم الحاجات دي كده على التلفزيون؟ انا اللي بديكي كلمتي وفوقيها 50,000 جنيه ليا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا اقوى منكم. ربنا مش هيسيبكم. ربنا هيخرب بيوتكم يقعد لكم في ولاياكم يقعد لكم في ولاياكم. تتفضحوا تتفضحوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كده هتخش النار اهو دعت عليك. مبروك البراءة يا باشا. الله يبارك فيك وينتقم منه. يعيش الباشا ابن الباشا ويبهدل. اه اتفضل يا سعد الباشا. لا تعالى اتفضل تعالى اتفضل يا ايمن بيه. خير يا ست ساميه؟ ربب اتفضحت يا ايمن بيه. طب اهدي بس كده وفهميني. جوز الاخصى اللي اسمه الكومي طلبني امبارح وعايز يقابلني. ده بعد ما كلمتيني وكنت انا عايز رباب تيجي تشوف المتهمين؟ طب ليه يا ست سامي ما اتصلتيش بيا وكلمتيني؟ حتى لو كلمتك كنت هروح لوحدي. ده كان شرطه. قابلك فين؟ في مكتبه وكان معاه الكلب المحامي اللي اسمه فؤاد. نوع من المساومة رخيص جدا. كان بيساومك في ايه المرة دي؟ لا ده كان بيخلص ويجيب من الآخر. الرباب لما اتخطفت يا أهلا بيه خدوا منه كله. عارف؟ عرفت منين؟ تقرير الطبيب الشرعي وصل. وأنا ما كنتش عايز أقول لرباب علشان ما تتأثرش يعني. تعرف إزاي تقابل المجرمين دول وتتعرف على الباب بتاع التوك توك؟ عشان كان لازم نوصل لأول خيط ست سامية. ما كانش هيحصل. ما كانش هيحصل يا أهلا بيه. ليه بتقولي كده؟ النجس ابن النجس جاب الواد اللي اسمه تلاعب وخلى يعمل معاها الغلط وهي مش حاسه ولا دريانه ولا شايفه حاجه. وفوق كده صورها كمان. صوروها؟ صوروها يا ايمن بيه. صوروها عشان الخلق كله يتفرج عليها. عشان جسم بنت اخويا يبقى مشاع. الكافر ابن الكافر يحط رجل على رجل ويتأمر علينا. عايزه تروح تتنازل في الجلسه كده يا اما ينزل صورها على البتاع اللي بيقول عليه الكمبيوتر عشان بقيه العالم كله يتفرج عليها. استغفرك واتوب اليك. انت شفت الفيديو ده بعينك؟ شفت. شفت حته صغيره ما قدرتش اكمل. لكن سمعت بقيته. سمعت بقيته وانا مش شايفه قدامي غير قبله ربنا. ولساني بس انا ما بيقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل اللي بيجوع الغلابه. ونعم بالله. ست ساميه مش وقت عياط. كل اللي انا عايزه منك الايام دي انك تكتم السر ده شويه. ورباب ما تاخدش خبر باي حاجه. عايز ثباتها ما يتغيرش لغايه ما نوصل لنجاني وبعد كده يحلها الف حلاق. حاضر. بتشوف حضرتك يا ايمن بيه. امسكي نفسك بقى عشان رباب ما تحسش بحاجه. حاضر. أنا لازم أمشي دلوقتي، السلام عليكم. حسن يا محمد بس أعمل لحضرتك المكان.
عشان ربك ما تحسش تسمعش الصوت. ست سامية؟ نعم. انت قلتي اللي عامل كده تلعب؟ صوت. طيب انا عايزكم على العصر ان شاء الله انت وربنا، لازم تقولي لي اسمه. حاضر ان شاء الله يا امي بيك. ربنا يبارك لك يا رب. ارفع راسك فوق انت وهو واقف عدل. ارفع راسك. ارفع راسك. حد في دول يا رباب؟ ركبت معاك كده التوك توك كام مرة وبتيجي الموقف على طول. حلو يا ابني، اكتب. ومع عرض المشتبه فيهم على المبني عليها، تمكنت من التعرف المؤكد على سائق التوك توك. بطاقتك دي؟ ايوه يا باشا. اشرف محمد احمد بلاطي، واقفل المحضر بساعات وبدري. خده مع عبد الله.